أشباح وأصوات غريبة ودمى بملابس بيضاء معلقة بطرق مخيفة ومرعبة. ديرنا حرائق وأشباح في ديرنا وسط الأنقاض وتحت الأنقاض، ويعني ده بشهادة الكثيرين جدا، حتى إن السلطات بعتت علشان تتأكد من الأمر حقيقي ولا خيال. كل اللي شاهد بيقول إن في أصوات أشباح بدأت بتظهر، بل أشباح كمان بتظهر، وحرائق بتفتعل في كل مكان، ودمى تحت الأنقاض معلقة بأشكال مخيفة ومريبة ومرعبة. ديرنا في ليبيا، أهلا وسهلا بيكم. بتمنى لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو الدعم رجاء باللايك. ايه اللي بيحصل في ديرنا في ليبيا؟ يعني اشياء مرعبة ما كانتش ابدا في الحسبان. اسمع يعني سماع اصوات، الناس بتسمع اصوات مخيفة ومرعبة. غليان ديرنا شغلت سكان المدينة الليبية المنكوبة خلال الايام الماضية، وانتشر بحر من الشائعات حول سماع أصوات مرعبة ومريبة ومخيفة ليلا، ورؤية أشباح كمان. الناس شافت بعينها أشباح، الله أعلم هل ده حقيقي أم كذب. في بعض أحياء المدينة المنكوبة جراء الأعصار، أعصار دانيال والسيول اللي ضربتها قبل أكتر من أسبوعين. أعصار كان مرعب، ترك وراءه خلف العديد من الجثث والأنقاض، وجثث لسه موجودة كمان تحت الأنقاض. ما كانش أبدا في الحسبان اللي حصل طبعا في ليبيا، بالذات ديرنا. زي ما رجعت يعني مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي حول اندلاع نيران من كثرة الجثث والضحايا، إلا أن السلطات الأمنية كشفت ما لم يكن أبدا في الحسبان. لاحظ رجال لواء 166 التابع للجيش الليبي مع استمرار رفع الأنقاض في شوارع المدينة ديرنا وجود دمى عرائس بملابس بيضاء وغريبة معلقة بشكل مريب وسط الركام. يعني شيء كمان ده اللي كان ناقص ولم يكن ابدا في الحسبان. بعد التحقيق توصلوا الى ان في شخصين بيقفان وراء ذلك، او وراء الدمى المريبة المرعبة، حسب ما اكد المسؤول في المكتب الاعلامي لدى اللواء 166 عقيلة الصابر، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية. واعترف المتهمين اللي هم اتنين خلال التحقيق بصناعة تلك الدمى وإشعال النار أمامها بين ركام المنازل، وافتعال أصوات وتصويرها على إنها غليان بهدف نشر الشائعات. محدش عارف طبعا هم ليه بيعملوا يعني كده، وإيه الهدف أصلا من طبعا محدش عارف هما يعني ايه الداعي انهم بيعملوا كده، او السبب في انهم بيعملوا كده. ممكن حد يعني مأجرهم علشان يعملوا الرعب ده، ولكن طبعا قصة الاصوات وقصة الاشباح اللي الناس بتشوفها دي مش هما السبب فيها، دي الناس شهدت انها شافتها فعلا، هما بس وراء قصة الدمى وبعض الشائعات. هما وراء قصص الدمى المعلقة، وده بيجي كمان في وقت لسه الالاف من سكان المدينة مشردين خارج بيوتهم اللي جرفتها السيول يوم 10 سبتمبر. يعني كانت في ابشع مشهد، كأنه القيامة قد قامت، رامية معها عائلات باكملها في البحر، بينما لا تزال أعمال البحث وانتشال الجثث اللي بدأت بالتحلل وسط انتشار روائح كريهة بتتواصل. طبعا احنا في بداية العام، ومن بداية العام وقلنا ان في توقعات كتيرة جدا
بإن في غرق كامل لمدن عربية، وإن يعني في المياه ستبتلع مدن بأكملها، والبحر سيأخذ الكثير الكثير من الجثث. وده حصل في ليبيا وفي ديرنا وفي عدة دول أخرى منها أوروبية. طلع ميشيل حايك وقال، وليلى عبد اللطيف، وكتير جدا من المتوقعين اللي قالوا إن هيتم علو في المياه، ابتلاع المياه لبشر ومساكن، ومشاهد كأنها يوم من أيام القيامة، وسط طبعا حالة من الفزع والرعب والموت الآلاف، مش وده يعني مش أعداد بسيطة ولا مهولة، وده فعلا اللي حصل في ديرنا وفي ليبيا وفي اليونان وفي عدة دول أوروبية والهند. فيضانات كانت كتيرة العام ده عن أثر سيول، يعني سببها سيول جاية من السماء، أمطار تحولت لسيول ودمرت كل شيء وتحولت بعدها لفيضانات. وكمان البحر في بعض الأماكن يعني موجه عالي وابتلع الكثير من البشر، وفي حالة لم يشهدها أبدا العالم من قبل، بالذات الدول العربية. الظاهرة دي كانت جديدة على الدول العربية. ظهرت ليلى عبد اللطيف وقالت في مدينة سوف تكون مدينة أشباح. ليبيا هي وديرنا بقت تحولت لمدينة أشباح، سواء كانت التوقعات اللي بيقولوها مصدرها ايا كان، ولكن احنا اللي شايفينه على ارض الواقع ان التوقعات دي بتحدث بالتفصيل الممل، بالتفصيل الممل، يعني بتحدث بكل الاشكال. مش الحايك وكل المتوقعين وليلى عبد اللطيف لما قالوا ان في زلزال هيكون في تركيا مدمر وارض تركيا عم تهتز مش ثابته، فعلا ده شفناه حصل، وارض تركيا استمرت لحدود 7 أو 8 ساعات وهي بتهتز، مخلفه وراء الازمه الكبرى او الكارثه الكبرى او الزلزال المدمر. انا بسميه زلزال يعني القيامه، مخلفه وراءها 54,000 قتيل غير المفقودين، أعداد رهيبة في كل العالم من وفيات نتيجة أمطار نتيجة زلازل. العام فعلا كان عام زي ما قلنا في فيديوهات كتير دفن الموتى. نتمنى أن قفلة العام ده تعدي على خير، لأن في كتير متوقعين أن في الختمة بتاعت 2023 هتكون الأسوأ بكثير من كل اللي حصل في 2023. احنا نتوقع ان الله يخلف الظنون، وأملنا في الله انه يرفع عنا الغمة. ايا كان المصاب في اي مكان كلنا بنتأثر وبيجيلنا حالة من الحزن، لان احنا كلنا اشقاء طبعا، واللي كله بينتظره دلوقتي الكل يعني عمال بيقول زلزال مصر، سيول مصر، اعصار مصر. بنتمنى الخير لمصر، وان الله يلطف بمصر بكل الدول العربية ويرحم الشهداء ويحتسبهم عنده شهداء في جنات النعيم. نتمنى ان يمر العام بلا حدوث كوارث اخرى جديدة. نتمنى الخير للجميع، ونتمنى 2024 ما تكونش بدايته مأساوية برضو زي ما قالوا. شكرا جدا لاستماع الجميع.